التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الاستقامة. القلب حميته ألا يحقد على أحد، ألا يحتقر أحد، ألا يستكبر على أحد. هناك أمراض تصيب القلب ليست أقل من أمراض وبيلة تصيب الجسم، كما أن هناك أمراضاً قاتلة كالورم الخبيث، هناك أمراض تصيب القلب مدمرة، لكن أمراض الجسم تنتهي عند الموت، إلا أن المشكلة الكبيرة أن أمراض القلب تبدأ بعد الموت وإلى أبد الآبدين. فألف حالة مرضية تودي بصاحبها إلى الموت، وقد يكون بعد الموت الجنة، أفضل ألف مرة من مرض قلبي في حقد، في استكبار، في احتيال. هذا المرض يبدأ بعد الموت فيودي بصاحبه إلى النار. لذلك التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. القلب له عبادة، عبادته الإخلاص. القلب له عبادة، ألا يحقد على أحد، ألا يضمر الشر لأحد، ألا يستكبر عن أحد. أمراض القلب لا تعد ولا تحصى، لكن الذي يألفه الناس أمراض الجسم، أما أمراض القلب مدمرة ومهلكة. هذا نوع من أنواع التقوى، أن تستقيم على أمر الله، دخلك حلال، إنفاقك حلال، بيتك إسلامي، أولادك ربيتهم تربية إسلامية، بناتك محجبات، الوضع العام جيد، حرفتك مشروعة، ما في خطأ بحرفتك، ما في أكل أموال الناس بالباطل، ما في إلقاء الرعب في قلوب الناس من أجل أن تبتز أموالهم. الحرف التي لا ترضي الله لا تعد ولا تحصى. وأقول لكم هاتين الكلمتين، ألصق شيء في حياتك زوجتك وحرفتك، لأنهما لصيقتان بك. البيت يبدل، مركبة تبدل، أما حرفتك تعيش منها، فإن كانت مشروعة هذا من فضل الله عليك، والزوجة تعيش معها، فإن كانت مؤمنة صادقة هذا من نعم الله الكبرى. فلذلك أي حرفة هي في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة وابتغيت منها كفاية نفسك وأهلك وخدمة الناس ولم تشغلك عن فرض أو واجب ديني، انقلبت إلى عبادة. فعادات المؤمن عبادات، بينما عبادات المنافق سيئات. عبادات المنافق المحضة، الصلاة والصوم والحج، يعبد الله بهذه العبادات ليرائي، تعد سيئات. بينما عادات المؤمن لو اشترى ثياباً لأهله، لو أخذهم نزهة، هذا يعد مع العبادات، لأنه في سبيل تمتين علاقته بهم. فالتقوى مستويات ثلاثة، إحداها حمية القلب والجوارح. القلب معروف مكان، مركز النفس، مكان الحركة. الإنسان بقلبه ينوي أن يفعل كذا وكذا. فالقلب عبادته سلامة الصدر، وعبادته الإخلاص. والجوارح العين ينبغي أن تغض بصرك عن محارم الله، اللسان ينبغي أن تضبطه، الأذن ألا تسمع شيئاً لا يرضي الله، اليد ألا تبطش بها، الرجل ألا تمشي بها إلى شيء مكان لا يرضي الله. أما المستوى الثاني من التقوى حمية النفس عن المكروهات. كنت بعيداً عن المحرمات والآثام والفواحش،
والنفاق الآن حمية القلب عن المكروهات، هذا مستوى بالاستقامة أعلى، يعني أن تدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس. الحلال بين، أن تشتري طعاماً بمال حلال وأن تأكله أنت وأهله بين، والحرام بين، الزنا حرام والقتل حرام، شرب الخمر حرام، وبينهما أمور مشتبهات تشبه الحق من جانب والباطل من جانب، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني نهر عميق جداً مخيف، له شاطئان، شاطئ مائل زلق وشاطئ مستوي جاف، شاطئ مستوي جاف ثم شاطئ مائل زلق ثم النهر، فمن مشى على الشاطئ المستوي الجاف استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى انتقل إلى الشاطئ المائل الزلق، احتمال أن يقع في النهر كبير جداً. إذاً المرتبة الثانية حمية النفس عن المكروهات، أما المرتبة الثالثة حمية النفس عن الفضول وما لا يعني، والذين هم عن اللغو معرضون. قال علماء التفسير: اللغو ما سوى الله، مرتبة ومرتبة ومرتبة. الأمة الأولى تعطي العبد سلامته، ما دام المال حلال والبيت إسلامي والزوجة صالحة والأولاد أبرار والإنفاق حلال أنت سليم، الاستقامة تحقق السلامة. الأمة الثانية تفيد قوته، لما ترك المكروهات قوي مركزه أمام الله، أثبت بورعه محبته لله، أثبت بتركه ما لا بأس به حذراً مما به بأس، أثبت أنه مع الله. المرتبة الثانية جعلته قوياً عند الله، جعلته في مرتبة عالية، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: وأما الثالثة أن تستغني بالله عما سواه، والذين هم عن اللغو معرضون. كل ما سوى الله لغو. هلأ في اهتمامات عند الناس والله لا تقدم ولا تؤخر، يشغل حياته في ديوان شعر لشاعر، ماذا قدم لك هذا الشاعر؟ على علو قدر الشعر أحياناً، أنا لا أقلل من قيمة الشعر، لكن الشعر الهادف، الشعر الذي يحرك فيك المشاعر، يجعلك تقف موقفاً بطولياً، هذا شعر رائع. النبي قال: إن من الشعر لحكمة. أما شعر عابس، شعر هجاء، شعر غزل، يا أخي أروع قصيدة آل فلان، وإلى متى أنت باللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. كل علم ممتع، لو قرأت الإلياذة لهوميروس آلاف الأبيات، شعر ممتع جداً كله، بس شرك وآلهة وما إلى ذلك. كل علم ممتع، بس ما كل علم ممتع نافع، وما كل علم ممتع نافع مسعد. بطولتك أن تبحث عن علم ممتع نافع مسعد هو أن تعرف الله. ابن آدم: أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. أيها الإخوة، هي التقوى المستويات الثلاثة: حمية القلب عن والجوارح عن الآثام والمحرمات، حمية القلب عن المكروهات، حمية القلب عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تحقق سلامتك، والثانية تحقق سعادتك، والثالثة تكون مع
الأتقياء الأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة، قال: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه، وهنا فله فيه ستة مشاهد. سيدنا علي بيقول: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. طبعاً أيام الدخل كبير والصحة طيبة والبيت واسع والأولاد كثر، مركبات كثيرة، إمكانيات عالية، سفر، نزوهات، لقاءات، ولائم، سهرات، لك الله نفضلها، طبعاً نفضلها، شيء طبيعي. أي إنسان الله أعطاه هذا العطاء بتلاقي شاكر. بطولتك كمؤمن لا أن تشكر في العطاء، أن يراك الله في الشدة. يعني السيارة القوية لا تمتحن في الطريق الهابطة، الدراجة تمشي بها وبسرعة، السيارة القوية تمتحن في طريق صاعدة. فلذلك لا بد من أن تمتحن. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فتبسم الإمام الشافعي وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. أقول لكم هذه الكلمة: وطن نفسك أيها المؤمن الصادق، وطن نفسك يا من أردت أن تصل إلى الله، أن هذا الطريق ليس محفوفاً بالورود كلها. في ورود، في واحات من حين لآخر، في سرور، لكن في امتحانات وفي ابتلاء. إن عمل الجنة، شوف، حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. حفت الجنة بالمكاره، أن تصلي الفجر في وقته شيء ليس سهلاً. والله في أناس لا يستطيعون أن يستيقظوا على صلاة الفجر مهما كلف الأمر، يقول لك شيء صعب. أما المؤمن يوقظه الله على صلاة الفجر. فالطاعات فيها متاعب، فيها كلفة، بل سميت تكاليف. لك طبع، لك طبع يميل إلى النوم، ومعك تكليف يدعوك أن تستيقظ. لك طبع يدعوك إلى أخذ المال، والتكليف أن تنفقه. لك طبع يدعوك إلى أن تملأ عينك من محاسن المرأة الأجنبية، والتكليف أن تغض البصر. هذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن بالمناسبة ما في شيء الله أودع فيك من شهوات إلا جعل لهذه الشهوات قناة نظيفة تسري خلالها. بالإسلام ما في حرمان أبداً، بس في تنظيم. أودع فيك حب المرأة، أمرك أن تتزوج. العلاقة المشروعة الإسلامية بين ذكر وأنثى الزواج، ما في علاقة ثانية. ما في بالإسلام خليلة، يقول لك نحن ما عندنا تعدد. ما عندكم تعدد صح، عندكم زوجة واحدة بس في 50 وحدة تهريب، 50 وحدة تهريب. أما المسلم في تعدد، إذا كان الأولى لا تحصنه أفضل 1000 مرة أن يتزوج امرأة ثانية من أن يزني طبعاً. فالإنسان حينما تأتيه شيء، يأتيه شيء مكروه، هنا البطولة، هنا معرفة الله. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه. أن تشكره على مصيبة، صدقوا ولا أبالغ، ما من مصيبة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا من أجل أن تشدك إلى الله. لذلك قالوا: كل شدة وراءها شدة إلى الله، وكل محنة وراءها منحة من الله. لكن من هو الشقي؟ الذي لا تحدث المصيبة في نفسه موعظة. ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، صار هو المصيبة. يقول لك
الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. قلب لي الدهر ظهر المجن، كلام فارغ. سخر القدر مني، كلام فارغ. من هو الدهر؟ إنه الله. يسبني ابن آدم إذ يسب الدهر وأنا الدهر. ما هذا الدهر؟ لك الدهر قلب له ظهر المجن. الدهر جهة، إله الدهر، الله الإله. في بالإسلام تيسير وتعسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في قانون التيسير والتعسير. آمنت أنك مخلوق للجنة، فاتقيت أن تعصي الله، بنيت حياتك على العطاء، الله عز وجل ييسر لك أمور زواجك وعملك وأولادك وزوجتك وصحتك إلى آخره. الآن كفرت بالآخرة وآمنت بالدنيا، فاستغنيت عن طاعة الله، بنيت حياتك على الأخذ، الآن كل الطرق أمامك مغلقة غير سالكة، فسنيسره للعسرة. هذا قانون. قال: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. أول مشهد التوحيد، هذا من فعل الله، لا تحقد على أحد. لك أن تؤدب الذي أساء إليه، مسموح لك أن تؤدبه، لا أن تحقد عليه. بالضبط القصة كما يلي: إنسان تلقى ضربة بعصات، إذا حقد على العصا الخشبية بيكون أحمق، ينبغي أن تحقد على من أمسك العصا وضربك بها. فإذا كان الطغاة عصياً بيد الله يؤدب بهم عباده، ينبغي أن تتعظ من هذا، من هذه الشدة التي نالتك. طبعاً يجب أن لا تقبل بالخطأ، لكن أن تحقد، الحقد يتناقض مع التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. هذا القوي ما كان له أن يصل إليه لولا أن الله سمح له، وما كان الله ليسمح له لولا أن هناك مشكلة أراد الله أن يطهرني منها. هذا الموقف الحقيقي الدقيق. لذلك مشهد التوحيد، علاقتك مع جهة واحدة. ولو أن الله سبحانه وتعالى سلمك للأقوياء، كيف يقول لك أعبدني؟ قال لك: إليه يرجع الأمر كله. شوف شوف الآية ما أدقها، إليه يرجع الأمر كله. الآن فاعبده وتوكل عليه، الأمر بيده. وحينما تؤمن أن الأمر بيده ترتاح نفسك. الآن مشكلتي مع الله في تقصير، الله سمح لهذا القوي أن يصل إلي. أقوى دليل: فكيدوني جميعاً، تحدي، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فأول مشهد مع المصيبة التوحيد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. المشهد الثاني مشهد العدل، ما كان الله ليظلمهم ولا ظلم اليوم، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا تظلمون نقيرا ولا فتيلا ولا قطمير، ما في ظلم. المشهد الثالث مشهد الرحمة، هذه المصيبة التي آلمتك أولاً من فعل الله، اطمئن، وثانياً فيها عدل، الله غني عن تعذيبك، والثالثة فيها رحمة، رحمة بك. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني معقول أب ابنه لم ينجح في الدراسة ما يحكي ولا كلمة؟ يصطفل؟ لا، يقيم عليه الدنيا ولا يقعدها.
لو قال له كما تشاء لا تدرس، وحينما يكبر هذا الطفل يرى أنه لا شهادة ولا علم ولا تجارة، ما بيده شيء، لا عنده بيت لا عنده زوجة، يحقد على أبيه، لما لم تحاسبني يا أبتي؟ لما لم تضربني حينما قلت لك لا أحب الدراسة؟ فلذلك مشهد الرحمة، أي مصيبة فيها مشهد التوحيد ومشهد العدل ومشهد الرحمة، وفوق هذا وذاك مشهد الحكمة، كل شيء وقع أراده الله، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله، والذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً. الدليل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك. سمى الله المصيبة رسالة من الله من قبل أن نذل ونخزى، وفي آية أخرى ونكون من الموقنين. مشهد التوحيد، مشهد العدل، مشهد الرحمة، مشهد الحكمة، وفي مشهد الحمد. الله عز وجل يحمد على السراء والضراء. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. وحينما قال الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، المصائب هي النعم الباطنة. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. المشهد الخامس مشهد الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. توحيد، عدل، رحمة، حكمة، حمد. المشهد الأخير: نحن عباد لله، ما بيدنا شيء. ما بيدك شيء إطلاقاً، الأمر بيده، لكن بيده مع العدل، بيده مع الحكمة، بيده مع الرحمة. فلذلك الإنسان ينبغي إن أصابه شيء يكرهه أن يقول الحمد لله رب العالمين، هذا محض حكمة ومحض رحمة ومحض عدل، والحمد لله رب العالمين.